كيفك؟ الحمد لله كويس، انت كيفك؟ رينات بصورك السناب، يقولون ليش رينات ساحبة علينا وما تسأل عننا، ما تصور انستغرام. تعرفين دراسة وكذا، فما عندي لا صور كثير. ما يمديك دراسة؟ الله أكبر، يا إيش دكتوراه أنتي؟ يعني كل الوقت تدرسين؟ طيب حلو، الله يوفقك حبيبتي. كيف دراستك؟ كويسة. صدق؟ ايه، ما قالت لك ماما دخلوني مدرسة الموهوبين كذا؟ ما شاء الله، قالت لي دخلوك مدرسة الموهوبين. حركات حركات، شطورة بنتنا العبقرية. طب يلا نبي نشوف اختراعات، نبي أشياء. طيب خلاص، تبغين تعالجين بشرتك وأسنانك؟ عندك حبوب مرة قاهرتك؟ تحتاجين تسوين ليزر وجلسات إزالة شعر؟ وأكيد كمان تبغين تبيضين أسنانك وتعالجين وتحصلين على ابتسامة جميلة وخلابة. ابتسامة جميلة وخلابة. عندك تجاعيد زي هذه، خطوط، تبغين تسوين بوتوكس وفيلر وهذه الأشياء؟ تحب الحلا وما تبغى تسوي دايت، بس برضو ماكله هم انه جسمك يجلس نحيف ويكون منحوت منحوت منحوت، صح؟ كل هذه الخدمات والاشياء الرهيبه وباسعار مره حلوه راح تكون من مجمع رحاب الجمال الطبي. بعد شوي خلوكم معنا. هاي طبعا اول حاجه راح نحكي عنها هو جهاز الكيرف اللي ينحت الجسم بدون عمليه جراحيه. كثير في بنات او شباب برضو يصير عندهم دهون زائده كذا مزعجه في اماكن معينه، وجالسين يروحون النادي بس ما يعني هم بس منطقه ما يبغى ينحف كله باماكن معينه، فيحسون انه جالسين يتعبون، وكمان ما يبغون تدخل جراحي لانه حرام احيانا يكون يعني دهون قليله ومزعجه وما يستدعي الموضوع تنويم والى اخره. ففي جهاز يحل هذه المشكله، راح تحكي لنا عنه الدكتوره توسل. كيف حالك دكتوره؟ اهلا وسهلا، يعطيك العافيه. ايش اسم الجهاز اللي بنحكي عنه اليوم؟ جهاز الانكير. انكير، جهاز الانكير هو جهاز للنحت والتخسيس. تمام. بيستعمل لمنطقه البطن، الذراعين، ممكن الافخاذ. بيؤدي الى نقصان في المقاسات وليس الوزن. المقاسات يعني انت مقاسك كثير صغيره. أيوة. وزنك ما لانه هو يشيل الدهون الزائده، صح؟ ايوه. كيف طيب يشتغل؟ هو جهاز بيقرا الدهون زي ما احنا شايفين بيتم ضبط الجهاز على المنطقه المراد تخسيسها. حاليا عندنا جلسه، المنطقه المراد تخسيسها هي البطن، فبيتم ضبط الجهاز ببرامتر معينه، بعديها بيقرا الدهون ويبدا يشتغل عليها. لو ملاحظين ما في تلامس مباشر مع الجسم والجهاز. كم مده الجلسه؟ 40 دقيقه للمنطقه. في حاله جالس يجرب الجهاز راح نساله، طبعا بعد ما استاذنا منه. السلام عليكم. طب جالس يلعب ببجي عشان يضيع وقت، مو فاضي لنا. يعطيك العافيه. ايش اسمك؟ فيصل. يعطيك العافية فيصل. هذه أول مرة تستخدم الجهاز؟ لا، ثالث مرة. ثالث مرة؟ طب هل حصلت نتيجة؟ ثالث. اي ما تبغى تروح النادي عشان كذا، تبغى نتيجة أسرع؟ لا، لازم نادي شوية عشان العضلات تكون بارزة شوية. تمام، ممتاز. طيب هل في علي أي ألم؟ يا فيصل جلسة أصور، اترك الجوال، مرة ببجي لاعب في الناس. طيب بسألك بس سؤال واحد وخلاص نخليك على راحتك، المعذرة. بس حابة أعرف دكتورة ان كل ما كان الشخص اصلا التزم في الجلسات وبرضه جالس يروح النادي وكذا راح يحصل على نتيجة مرة كويسة، لان الجهاز راح يذوب لبعض الدهون وينقص مقاسه، وبنفس الوقت هو لما يلعب رياضة او جيم راح يشد معه فراح يحصل على نتيجة رهيبة. فاللي يستخدمون هذه الجلسات التزموا فيها وبنفس الوقت تحركوا مو متكين وبس. الشيء الثاني، هم مسوين عرض مرة جامد، كان اول اي منطقه في الجسم تسويها جلسه انكيرف ب 1200، سووا العرض المتابعين ب 500 ريال فقط، وكمان في باكج لما تاخذ 6 جلسات او 12 جلسه يسووا لك خصم اجمد من الخصم الموجود. تكلمنا عن شد الجسم، الان لشد الوجه. كثير من البنات يبون يشدون وجيههم او عندهم تجاعيد او هذه الاشياء. طبعا اخر حل يكون هو الخيوط او البوتوكس او كذا. في حل قبل، حل بسيط مره حلو، ما في اي تدخل، ما في اي مشاكل، هو جهاز الهايفو، من الاجهزه الممتازه جدا للشد.
تشتغل بتقنية الألترا ساوند، بنستعمل لجميع مناطق الوجه زي الذقن المزوج، ممكن الخدود، ممكن حتى حول العين، بدي نتائج جميلة جدا. ممكن نستعمله قبل جلسة الخيوط، يعني إذا كانت واحدة كبيرة في السن تحتاج خيوط يسووا لها هذا أول، صح؟ بفضل نعمل. طيب البنات الصغيرات في السن آمن لهم؟ يعني اللي بالعشرين ثلاثين؟ هو أكيد أكيد جهاز آمن جدا زي ما قلنا، تقنية الألترا ساوند وجهاز من غير ألم، وجلستين بعملها في السنة، يعني بس كل السنة. أوكي. الجهاز هذا شوي سعره غالي، كان اول منطقة الوحدة بألف، يعني الف الف الف، هذه تعتبر منطقة، هذه منطقة، هذه الدغن المزوج المزوج دبل تشن، صح؟ ايوه. هذه وهذه وهذه كانوا ب3000، سووا عليه عرض كلهم مع بعض ب1300 1200 1200 خصم 100 ريال زيادة. يلا ايش تبون احسن من كذا يا بنات؟ انتوا تعرفون وجهة نظري ورأيي بهذه الأشياء. أنا عن نفسي يعني ما أسويت ولا أي شيء، أنا دائما أحب أسوي مثل ليزر كربوني، أسوي نظارة، طبعا الحين في هنا جلسة نظارة، هذا الشيء أنا مرة أحبه، أسوي معالجات، أسوي أجهزة. إذا كان عندي لا مشكلة كبيرة ممكن، وبعد ما يصير فوق 30 البنات اللي يبغون لا يعني يبغون أشياء تدخل جراحي أو كذا، لازم دائما تكونين حريصة فين تسوين، يكون المكان يعني مناسب. والآن بوريكم شغل الدكتور عشان تشوفون في عينكم كيف انه شغلها مرة كويس ويدها خفيفة. ونسأل البيشن، هذا جهاز الفراكشنال بيستعمل في علاج التصبغات، في المسامات، في ندبات حب الشباب. اذا كانت ندبات عميقة بنفضل انه نعمل كم جلسة بتاعت قطع ندبات، جلسة او جلستين او على حسب ما بيحتاج. يعني اللي عندها ندبات وحفر في الوجه يشيل هذا الجهاز؟ ايوة دائما. ممتاز. اذا ندبات ندباتها عميقة بنفضل نعمل قطع الندبات أول بعدين نكمل بجهاز قطع. في ندبات تنقطع؟ بنعمل جلسة اسمها قطع ندبات، بنفض بها التليفات، بتكون الندبات شوية قلت من العمق بتاعها، بعدين بنستعمل جهاز الفراكشنال. هنا وصلنا الليزر الكربوني، هو اكثر شيء انا اسويه في الحياه واكثر شيء انا مره احبه، وانا كاريج مره ناسبني. طبعا هو يختلف نتائجه من شخص لشخص، في ناس يمشي معاهم، انا لما اسوي ليزر كربوني خلاص اليوم اللي اسوي فيه ليزر ثلاثة ايام بعده انا كذا مبسوطه مروقه مره مره، يعطيني نتيجه حلوه. جهاز هو جهاز الناتشرال ليف، بنشتغل فيه ليزر كربوني في الحقيقه في طاقه تقنيه، ليزر كربوني في تفتيح شفايف، فيه توريد شفايف، نفس الجهاز يسوي تفتيح شفايف وتوريد شفايف ويعمل ليزر كربوني. ومع ان عارفين الليزر الكربوني نفسه بيديني نظاره بيسد المسامات، بستعمله ايضا لتشفير الشعر الوجه والحوائج. ليزر كربوني انا دائما اسويه، واسويه في العيادات مرات اسويه 700 500 اليوم، وفي عياده رحاب الجمال الطبي مسوين العرض بس ب 200، يعني صدق مره جامد. انا باخذ الحين 3 جلسات قدام عشان اذا جد اسوي بلازما، ياخذوا من دمك واللي هي الصفايح وبعدين يسووا منها ابر. البلازما غنيه عن التعريف، تديني شد، تدي نضاره، بتحفز الكولاجين، ممكن استعملها للوجه وللشعر على سواء. بسألك سؤال بصراحه، يجون البنات يبوكم؟ اكيد طبعا. ايش تقولي لهم؟ والله انا بحب الناتشرال لوك، واللي بيجيني اكثر اللي بيجيني بيحب، يعني كثيرين بيقولوا لي انا حابين الناتشرال لوك. الحمد لله. فبعمل تنتول تقول لك سوي لي لا تسوي لها، اقول اريد قالت لك تسوي بس طبعا كل واحد يعني اذا هي طالبه حاجه معينه، في ناس بيكونوا حابين تعبئه كثيره فبنعمل لها يعني على حسب طلبها، لكن عموما انا المرضى اللي بيجوني حابين الناتشرال لوك فدائما بعمل كنتور مع تعبئه خفيفه وبطلع الشكل مره روعه. اوكي كذا اوكي، يعني الشفايف مو معناته انا كل ما عبيتها كثير معناته انها جميله، لا انا ممكن اعمل حاجه خفيفه وتكون مناسبه شكل وشي وكنتور جميل. سمعتي وكنتور جميل، هذا ما ابغى اشوف. جهاز الليزميد من التقنيات الجديده في الليزر، بيشتغل بتقنيه مختلفه شويه اسمها الثاليوم. الجهاز بيعمل شد، تفتيح ونضاره، واللي بيميز الجهاز انه معاه فيتامينز بتجي على حسب نوع الاستخدام، ممكن استعمله لحب الشباب، ممكن استعمله للناس اللي عندها كلف، في فيتامينز برضو بيجيني، ممكن استعمله للشعر، يعني الجهاز نفسه بتقنيه معينه بيستعمل في الشعر، بيحفز نمو الشعر، بيمنع تساقط الشعر، بنضيف معاه دائما الخلايا الجذعيه برضو بالاضافه للفيتامينز اللي بتيجي مع الجهاز.
زي ما قلنا بيجي مع الجهاز فيتامينز، بيجي ماسك، بيجي كريم، ونحن برضو بنضيف عليها الخلايا الجذعية للبشرة. طبعا الجلسة بهذا الجهاز ب 1500، بس مسوين عرض حاليا الجلسة ب 1200. روح للفقرة اللي مو مرة أحبها بس إنها ضرورية، كثير في بنات يحبون يسوون يا دكتورة بوتكس وفيلر ولا لا لا إلى آخره. أول حاجة لازم تتأكدين إن نوع المادة تكون كويسة. إيش المادة اللي تنصحي فيها يا دكتورة؟ طبعا في أنواع براندات، في أنواع طبعا. إحنا دائما نتعامل مثلا البوتكس، في شركات إحنا نتعامل مع شركات معينة، دائما الشركات اللي عندها براند ومعروفة في السوق إحنا بنتعامل معاها. بالنسبة للفيلر برضه هو شركات، مع انه الفيلر في سؤال دائما بيكون في اذهان الناس انه الفيلر بيختلف من شركه لشركه، لا، الفيلر هو ماده هيالورونيك اسيد، نفس الماده لكن بتيجي التراكيز مختلفه، يعني التركيز بس يختلف، التراكيز ايوه، بس هي كلها هيالورونيك اسيد. الشيء الثاني يا بنات، ما تسلمين وجهك بالبوتكس والفيلر الا لاحد مره متخصص، وما شاء الله دكتوره توسل اسمك ما شاء الله صعب، هي ما شاء الله استشارية جلدية وتجميل، يعني مو دكتورة مو أخصائية. قلت لكم فعلا تحرصون انه تروحون عند احد متخصص واحد يده خفيفة ويكون عنده حس فني عشان يضبطكم صح. ودكتورة ما شاء الله توسل استشارية، فالان بنشوف احد الحالات اللي بتسويها لنا، وما شاء الله يعني دكتورة اريد انتي سمعتك سابقتك، وخاصة انه ما شاء الله شغلها يعني ناعم خفيف، ما ترضى انه تسوي اشياء اوفر. أنا فيلر شفايف قبل 10 أيام تقريبا، برضو عملنا حاجة ناتشرال لوك زي ما احنا شايفين، واليوم عندها جلسة ريتاتش، يعني بنفضل جزء بسيط من الفيلر وبنعيد على الأماكن اللي احنا حابين نزود عليها، والإجراء جدا بسيط، حنزود لها تحت حاجة بسيطة زي ما احنا شايفين، حاطين بنج موضعي وما في ألم، الموضوع جدا بسيط وسهل بس كده. هنا برضو شغل الدكتورة، شوف النتيجة مرة حلوة وخفيفة. رنيم مسوية شفايفها وخدودها عند دكتورة توسل، شوف النتيجة والدقن كمان. تشان ما سوت خدودها، جالسة تسوي لها مساج عشان الفيلر يعني يتوزع صح. حياة الجمال صعبة يا بنات، أنا مريحة نفسي مرة، مريحة نفسي، شاري راحت بالي خلاص، وجهي كذا راضية بقضاء الله وقدره. ريم انت سويتي فيلر وبوتكس ولا؟ سويت فيلر وخدود ايه؟ وتكساس ايوه، والدقن شوي ايوه، بس اكثر من كذا يا ويلك. لا خلاص خلاص كذا مرة حلو. اصلا الدكتورة ما كان بدها تساوي لي، قالت لي انه حلو بس انا اصليت. بنات انتو مشكلة يا البنات. جينا لفقرة الأسنان، دائما 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 أعيد وأزيد وأقول عشان تحصلين على ابتسامة حلوة، والشيء اللي اسمه ابتسامة هوليوود هو أنك تعدلين أسنانك، تشيلين تسوسات الجير، تسوين تقويم، هذه هي أنه تحصلين على ابتسامة رائعة وجذابة وخلابة بطريقة طبيعية. تبدأ بالمعالجات والتقويم وقص اللثة، إذا لا حالتك مستعصية مرة ما لنا تروحين للتلبيسات والقوالب أو اللي يسمونها ابتسامة هوليوود. فأول حل عندك تجين أخصائي تقويم شاطر، ورين أسنانك، يبدأ يعطيك استشارة صح ويقول لك إيش الحلول المناسبة العلاجية اللي تخليك تحصلين على ابتسامة رائعة وجميلة. معنا اليوم الاخصائي الدكتور احمد عبد العزيز، كيفك دكتور؟ اياك اهلا وسهلا، يعطيك العافيه. طبعا انا ترى مره صديقه اخصائيين دكاتره التقويم، مره اصدقائي حقين تلبيسات، مره مو اصدقائي. لا تخففين اكيد. الله يسعدك، كيف حالك؟ كل المرضى اصحاب انا والله كويس الحمد لله، مع انه انتم مره تعورون. مره تعورون التقويم، اكثر ناس يصيروا اصحاب مع المرضى. اي لانه مره نطول، علاقتنا طويله، احنا ندخل علاقات سنتين ثلاث بالسنين نقعد مع الناس. ايش نصيحتك لاي بنت او رجل او شاب او شابة في هذه الحياة يبغى يحصل على ابتسامة جميلة؟ يبدأ اول حاجة يعالج اسنانه، تسوسات، عصب، خلع، اي سن تعبان نعالجه.
في حاجه يحتاجها نبدا هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه يتوجه لاخصائي التقويم ويطلب منه شخص له الحاله هل احنا نحتاج تقويم او ما نحتاج تقويم، عشان دائما السن الطبيعي لا يعوض، ما نخسر اسناننا عشان التركيبات وثامه الجيود الاشياء السريعه التسويقيه، لا لابد ان احنا نبدا بالطريقه الصحيحه عشان نحافظ على اسناننا. هذه اهم خطوه. السن الطبيعي لا يعوض، لا يعوض، السن الطبيعي لا يعوض. ركز عليها، ركز عليها زين. يبدا الانسان تقويم، اهم حاجه التقويم، اهم شيء من صغره من عمر 10 سنين. ايوه ناخذ عيالنا نروح لدكتور التقويم، دكتور عنده مشكله، في مشكله في الفك، في مشكله في الاسنان، يحتاج متابعه، يبدا من صغره يحافظ على اسنانه. ممتاز. والاهل مهم جدا يتابعوا عيالهم، مو لما يكبر الولد ولا البنت تلاقي نفس اوف دخلنا تبهدلنا يا جماعة إيش حنسوي؟ أسناننا خربت. صح، التدخل مبكر مرة ضروري، مهم جدا وضروري جدا، والتوعية مهمة جدا. وعلى أساس الحالة نختار نوع التقويم، بزلاين، شفاف، حديد، مخفي، طالع، نازل، هذه كل الأشكال والأنواع والألوان والأشياء اللي نحتاجها. طبعا كل ما متمن التشخيص مرتبط بنوع التقويم، مرتبط برضو بشخصية ابن آدم، مرتبط بوظيفته. في كثير مثلا الناس ما يحبون يكون التقويم ظاهر، وظيفته مثلاً انه تحتم عليه انه ما يبان التقويم. فلازم احنا عندنا حلول دائما نساعد كل الناس بكل الاحتياجات، بكل انواع الاسنان، بكل مشاكل الاسنان. التقويم بكل انواعه بيحل كل المشاكل. اكثر نوعين من انواع التقويم الثابته اللي هو التقويم الكريستالي الشفاف، زي ما انتم شايفين شفاف جدا، ما في ولا كانه شيء باين، والمعدن اللي احنا متعارفين عليه، هذول اكثر نوعين طبعا متعارفين حاليا. تمام. دكتور ايش العرض اللي انت مسويه لمتابعيني؟ متابعينك يستاهلوا اكيد. اللي حيكون الدفعه الاولى 800 لاي حاله، الدفعه الاولى 800 بس 800 بس بس 800 يا رب. اوكي هذا رقم يعني ما قصار من جد. والاقساط الشهريه كل سنه 300 ما شاء الله مره كذا زين، بس عشاني خلاص انا كذا حسيت تقييم عندك. يلا سهلة. معانا الدكتوره نادين، كيف حالك دكتوره؟ اهلا، كيفك؟ يعطيك العافية. نبغى نصيحة برضو منك للناس اللي يبغوا يحصلوا على ابتسامة حلوة وجميلة. تمام. اللي بيفكر مثلا يعمل تجميل أو ابتسامة هوليود، كتير ناس بتروح للبياض الأبيض كتير وهذا غلط. اللي بيفكر يعمل تجميل دائما نقرب من الأشياء اللي لايقة على لون الوش، لايقة على لون البشرة ولون العيون، عشان نطلع بنتيجة حلوة. أنا الدكتور محمد سعود. دكتور كيف حالك؟ أهلا أهلا، يعطيك العافية. دكتور الله يسلمك، نبغى نصيحة عشان الناس يحصلون على ابتسامة حلوة ورهيبة. طيب ابتسامة تشمل طبعا كذا شغلة، تشمل التنظيف، لازم نهتم بالتنظيف كل 6 أشهر نسوي تنظيف الجير. تمام. ونهتم باللثة طبعا، اهتمام بالتنظيف معناته اهتمام باللثة. أيوة، في ناس يهتموا في الأسنان بس تصير لثتهم لونها مو حلو، مو وردية. أيوة، في عندنا توريد لثة، وفي عندنا قص لثة للناس اللي تحتاج قص لثة، اللي عندهم ابتسامة لثوية. ممتاز. الناس اللي تبتسم تكون أغلب اللي باين في الابتسامة اللي تصير أسنانهم قصيرة. أيوة. ممتاز. إيش كمان؟ قص لثة. وإذا مرة أسنان وصفرة كذا تصبغات إيش يسوي؟ هذه نسوي ابتسامة الود إن شاء الله. بعد ما يصير خلاص. أيوة. وضع صعب. ابتسامة الود سواء تركيبات الفينير أو يعني عدسات الفينير والمنير أو تركيبات الزيركون والإيماكس. دكتور ايش العروض اللي انت تقدمها لمتابعيني لتوريد اللثة، لتنظيف الاسنان، للقوالب اللي يحتاجوا قوالب؟ في عندنا عروض. ايوه على توريد اللثة وعلى التبييض وعلى ابتسامة الود كمان اللي هي الفينير والمنير. في هذا اللي طايحين فيه اللي مقا ايش سنابون سمايل، هذا هو الفينير المتحرك. ايوه هذا يعني يغطي الاسنان بشكل طبعا بيكون مؤقت شويه لمناسبات معينه، بس اللي ايه اللي عندهم مشاكل ويبغوا بس شيء مؤقت بس يحطوه وقت مناسب وتصير. أيوة. والله هذه حركة رهيبة جداً اللي يبغى جداً واحد جدا رائع وسعره كويس، وفي عرض خاص لك انت يكون متابعينك ان شاء الله. شكرا. الله يقصر. الله يخليك. زي ما شفتوا دكتور محمد سعود مسوي لكم عروض مرة رهيبة لقص اللثة، لتوريد اللثة، لتبييض الأسنان، تنظيف الأسنان، وكل العروض تشمل الكشف، يعني تجون كشف مجاني على طول، تخشون تسوون كل هذه الأشياء. فدكتور ضبطها. الله يخليك. أنا قصيت. عظيم. قلت لهم. والله عظيم. خلاص تمام.
جدة ومكة والطايف، أنا أنصحكم في هذه العيادة وإن شاء الله تستفيدون من العروض الرهيبة. غير أنه شوفوا مجهزي لكم 3 آيفون إكس هدايا لكم إن شاء الله. بكرة راح أحكي لكم بالتفصيل كيف راح نسحب عليها. طبعا السحب راح يكون من الفولو، مرة سهل وبسيط، وبكرة أعطيكم التفاصيل. ارفعوا الشاشة يطلع لكم حسابه من إنستغرام، سووا فولو، ومن بكرة نبدأ السحب. فنات اعطتني اياها نورة، وبكرة باذن الله نبدأ السحب وان شاء الله اللي يفوزون انا بشحن لكم اياها بنفسي، ويلا ان شاء الله يفوزون فيها ناس يحتاجونها. وكمان بنحط فيه الفواتير موجودة، في الفواتير موجودة عشان اللي يفوز ويحتاج المبلغ. يعني طبعا تعرفون الايفون سعره من 4000 ل 6000، اذا فاز ويحتاج المبلغ يقدر يستفيد انه يرجع الجرير ويستفيد من المبلغ، يفك ازمة ولا اي شيء. كذا نكون خلصنا التغطية وخلصنا الإعلان، إن شاء الله يكون أعجبكم. حرصت إن يسوون عروض وتكون العروض صدق مرة حلوة عشان تستفيدوا منها كلكم، وغير اللي شافوا الإعلان مثلا ما يقدر يستفيدوا من العروض، ساكنين في أماكن بعيدة في شيء يعوضكم اللي هي الآيفونات، إن شاء الله تفوزون فيها. شوفوا هذه تكون معايا وإن شاء الله يفوزون فيها ناس صدق صدق يحتاجونها. وأنا آسفة إني طولت، وإن شاء الله ما يعني ما يكون ممل الموضوع، تنبسطون فيه. تابعوا سناباتي اللي وصلوا هنا وما تابعوا ارجعوا يلا.